مرحبا مواليد برج الاسد، كيف بده يكون الاسبوع من الاثنين 22 للاحد 28 ايار مايو؟ شو في عندنا بهذا الاسبوع؟ هيدا اسبوع بترتاحوا فيه من ضغوط ثلاث اسابيع لاربع اسابيع القطعت، لانه الشمس موجوده هلا في برج الجوزاء الصديق لكم. برج الجوزاء يمثل الدعم بالنسبه لكم، مش عم بحكي عن شخص من مواليد برج الجوزاء، عم بحكي لما الكواكب بتكون في هذه النقطه من الفلك بيكون الفتره واعدة بالنسبة لكم، صديقة لكم. يلي بده يعرف أكثر بيدخل على برجه الشهري لحتى يعرف شو معنيت هذا الأسبوع. إذا شو في عنا؟ تنين الثلاثة والأربعة، أوكي؟ القمر موجود ببرج السرطان. وقبل ما أكمل لازم تعرفوا تتذكروا اللي متابعني إنه كوكب المريخ موجود ببرجكم. كوكب المريخ موجود ببرجكم بتكونوا منتبهين، وهلا بذكر بعدين على مين عم بيأثر. إذا تنين ثلاثة والأربعة حتى الساعة 5:30 بعد ظهر توقيت بيروت الصيفي، القمر موجود برج السرطان. رجاء انتبهوا، فترة وجود القمر في برج السرطان هي فترة ضعيفة، هي فترة انتظار وهدوء ورواء وانتظار لوصول أو ليرن الجرس أو لحتى توصل الطيارة أو لحتى ينادوكم تطلعوا. فترة انتظار لأنه هي فترة إذا بدي أخدها من ناحية فلكية، من ناحية الطاقة، الطاقة ضعيفة كتير، ومولود أو مولودة برج الأسد ما عندها طاقة كفاية لتروح بمشروع كبير. هي فترة انتقالية ماشي الحال، ماشي الحال، لكن فترة انطلاق بعمل بمشروع كتير كبير كلا. أوكي؟ كمان هيدي الفترة بدكم تنتبهوا فيها على صحتكم، على عملكم، على شغلكم، كله في تأخير فكونوا حذرين. على 5:30 بعد ظهر توقيت بيروت الصيفي بيوصل القمر لبرجكم. هون تدخل مواليد برج الأسد تتشوفوا مش صدف نوعية الوقت كيف تتغير. هون مواليد برج الأسد تدخل بفترة رائعة الخميس والجمعة أيضا، تتغير الصورة كليا، بتدخلوا بأجمل فترة من أربع أسابيع لهلأ. هيدي هي بتكون الأفضل. الضوء الأخضر لإلكن، الطاقات كتير كبيرة، الجو ممتاز، الكلام الأول والكلمة الأخيرة لإلكن. تقريبا فيكن تشتغلوا على أمور كانت معرقلة تشتغلوا عليها، مفروض تمشي تتحلحل كل الأمور، وعلى الأرجح في أخبار سارة بانتظاركم. السبت والأحد القمر بيروح لبرج العذراء، فترة جيدة، انتبهوا على بعض المصاريف، يمكن مبسوطين وحابين تحتفلوا لا بأس بذلك، لكن دايما بدنا نضلنا واقعيين ونفكر انه الجو العام العالمي منه هالقد يا جماعة، منه هالقد مستقر ومنه هالقد واعد بتقدم او بتحسن. اوكي، فكونوا منتبهين، حافظوا على اغراضكم، حافظوا على ممتلكاتكم وعلى اموالكم. كوكب المريخ يحذر مواليد 23 ل 28 تموز يوليو، ويلي لازم يكون حذر بشكل خاص 23 24 تموز يوليو. تابعوني مع الابراج اليومية للمزيد من التفاصيل. باي باي.